اما هلا سلمى بننتقل لمساحتنا الطبيه التجميليه، واليوم موضوع يمكن عم نسمعه بالاونه الاخيره كثير، يمكن تجميل عم نشوفه كنا عند الصبايا والسيدات، هلا عم نشوفه عند الرجال وعم يكون ضمن اهتماماتهم واولوياتهم. أكيد نور، مثل ما بهالوقت صرنا نشوف كتير سيدات وصبايا عم يتسابقوا نحو طبعا التجميل بمختلف الوسائل، أيضا الرجال والشباب صاروا ما عندهم مشكلة أبدا أنه هن يصوروا نفسهم وهن عم يعملوا بعض خطوات التجميل أو عمليات التجميل البسيطة، ويمكن هذا الشيء يكون منطقي ومقبول للبعض، والبعض الآخر لا ممكن ما يجرب أبدا أنه يدخل بهذا المجال. أنت شو رأيك؟ هلا انا مع الشخص يعمل اللي بيكون سعيد فيه، يعني بعيدا ارضاء الناس غايه لا تدرك، يعني صحيح. ما مستحيل ترضي كل الناس، بس انا مع اي شخص اي شيء ممكن يعمله بيعطيه السعاده او والطاقه بيكون الايجابيه حاجه، احيانا او بعض حاجه. الاشخاص صحيح، بيكون التجميل هو حاجه ملحه، فبيعطيهم ممكن مصدر سعاده. صحيح، شكلهم يكون مؤثر على حياتهم بشكل عام، سواء كانوا صبايا او كانوا شباب، يعني ما دخل، كمان الشباب احيانا بيتعرضوا للتنمر ببعض صحيح الاحيان. صحيح، أكيد سلمى، وهذا الموضوع رح نحكي عنه أكثر مع الدكتورة هالة الحوش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكم سلمى ونور، وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم، وخاصة الشباب لأنه الحلقة رح تكون موجهة كلها لإلهم. طيب دكتورة هالة، خلينا نبلش اليوم، يعني من حكم تجربتك وعملك اليومي بهذا المجال، قد ايه بتشوفي في اليوم صار في إقبال من الرجال على عالم التجميل، ويمكن أبرز خليني وللتفاصيل اللي عم يدخلوا فيها حاليا؟ هلا مثل ما كلنا بنعرف كان كل شيء له علاقه بالجمال وبالتجميل، حتى السيدات. الشركات اللي بتعمل السكين كيرز كلها دائما الحملات الدعائيه او حتى البوسترات كلها لك سيدتي، ودائما كنا نحن نشوف عليها صوره صبيه دائما، يعني كل شيء كان موجه للنساء وكانه هالعمليات هي كلها او هالاجراءات لازم تكون حكر على المراه. حتى المجتمع نحن يعني العادات وتقاليدنا حتى رسخت هيدا الشيء، وكأنه الشاب عيب أنه يفوت على عيادة تجميل، ومثل ما تفضلتوا وحكيتوا يعني ممكن هو يكون عنده مشكلة فعلا هي صحيح. استطباب وظيفي أو عنده شيء يستدعي أنه هو يعمل له تجميل، كان عم بيعرضه للتنمر، عم يمنعه مثلا أنه حتى أنه يشتغل بشغل معين بيطلب منه مظهر أجمل ممكن خلينا نقول صح. فهو بيتعرض للتنمر بسبب هالمشكلة، وإذا راح على عيادة التجميل كمان بيتعرض للتنمر او في وصمه اجتماعيه معينه. بس هلا بالسنتين الاخيرات صار في اقبال كثير كبير من الشباب على العيادات التجميل، وفيني اقول لك بنسبه ببعض البلدان، ما بدي احكي بس بسوريا، في بلدان عربيه عم توصل نسبه الشباب اللي عم يلجأوا لهالاجراءات التجميليه لنسبه 90% من الشباب الموجوده بمجتمعاتهم. فلا هلا بهالايام صار في كثير شباب بيجوا لاستطبابات منا مثل ما حكينا مرضية وظيفية، أحيانا لا هو بس بده يحسن شكله، بده يعمل شيء يطلع فيه أحلى. صحيح، ويمكن هذا اللي رح نسألك عنه اليوم. بالآونة الأخيرة شفنا انتشار هي الظاهرة، وهذا حق لكل الناس تكون بشكل أجمل طبعا. وتحب تحسن من مظهرها، واليوم شفنا نسمع حتى هيك نكت بين النساء إنه لا مو انا بس لازم ما يكون لي بطن، انت لازم تروح تعمل لحالك مثلا جلسه تجميليه، تكون صاحب جسم جميل. صح. خلينا نحكي عن اكثر العمليات اليوم انتشارا للرجال واكثرها طلبا بعيادات التجميل. هلا اكثر شيء، اكثر العمليات اللي هي بتنطلب واللي مو بس يعني نحن عندنا بالبلد، بكل دول العالم، هي زرع الاشعار. حتى في بلدان بالعالم صارت هي بلدان خلينا نقول سياحه علاجيه، يعني صارت الناس مثلا تروح على البلد الفلاني لانه هن عندهم هي العمليه بتنعمل بتكنيك كثير متطوره، نتائج جدا مرضيه. فزرع الشعر مو بس بفروه الراس، حتى احيانا بالدقن، في بعض البلدان صاروا هلا يزرعوا شعر بالدقن بيعطي مظهر ذكوري اكثر، الحواجب، فهي اكثر عمليه هلا شائعه. هلا انا بالنسبه لي للي بيراجعوني بعيادتي كطبيبه جلديه خلينا نقول، بيعملوا عندنا الاجراءات التجميليه البسيطه مثلا البوتوكس حتى نخفف نحن شوي من التجاعيد اللي بالجبهه حول العين. طبعا البوتوكس لما نحن بنعمله للشاب
بطريقة كتير مختلفة، نقاط مختلفة، تمديد مختلف، ما بنعمله مثلا فروزن أو مصلبة تماما الملامح، مو مثل ما بنعمله عند السيدات. بيعملوا فيلرز، بيغيروا شوي من شكل الدقن، الحنك، الفك السفلي هون لما كل ما كان. هذا كتير هلا عم نشوفه، يعني حتى فنانين دارج عرب مشهورين يعني دخلوا ضمن هذا السباق، يمكن أشهرهم تماما أشهرهم تامر حسني مؤخرا اللي نشر صورة له قبل وبعد يعني بكل تفاخر لدقن سموها تكساس. صح. العملية. خلينا نحكي عن تفاصيل هذا الشيء، الدب يعني هل له تأثيرات، هل له تبعات، ولا هو فقط شكل تجميلي؟ هلا نحن مثل ما بنعرف انه تشريح شكل الوجه عند الرجل مختلف تماما عند الانثى، يعني كل ما كان شكل الوجه عند الرجل او خلينا نقول هون زاوية الفك اعرض، يعني هي العضلة المسيتير الماضغة، كل ما كانت اعرض فنحن بنحقن فيها فيلر بيعطي مظهر ذكوري اكثر، بينما عند الانثى الشيء مختلف، بتكون هون مثلا عظمة الوجنة او عظمة الخدود هي المفروض تكون بارزة أكثر، الدقن كمان أنه تكون مثلا بارزة أكثر أو واضحة أكثر، عند الرجل مثلا مربعة أكثر، بيعطيه مظهر خلينا نقول جذاب أكثر أو ذكوري أكثر، فلهيك صاروا يلجأوا كثير من الشباب أنه يحسنوا من شكلهم الموجود أو حتى هيك يعملوا شوية تغييرات لحتى تعطيهم شكل خلينا نقول جذاب أكثر أو ذكوري أكثر يعني بالفيلر. بس يمكن مثل ما قلتي ببداية حديثك هي ترند، يعني كل الناس عم تتجه مثلا نحت الوجه، هو عم نشوف الرجال بالآونة الأخيرة، بس من خلال مراجعة يمكن فينا نقول رجال لعياتي في ناس ما بتلبق لهم يعني الدقن الطويلة أو الفك العريض، الفك العريض كتير عم نشوف، لأنه بالآونة الأخيرة تشوفي كلياتهم بيشبهوا بعض. بتنصحي مرضاكي مثلا بكميه الحقن كيف تكون، شو اللي بيلبق للوجه؟ لانه احيانا بيجيب لك الصوره بيقول لك انا بدي هيك بهيدا الطريقه او بهيدا الشكل او مثل مدارج هلا بالاونه الاخيره. هلا نحن هون بالطب يعني ما في حدا ممكن انه يصير مثل حدا، يعني قد ما كان الطبيب بروفيشنال وقد ما كانت المواد متطوره، هلا ما في انه حدا مثلا يصير مثل الصوره، تشريح مختلف بين كل شخص واخر. كمان مو منطق انه كلياتنا نصير مشبه بعضنا او لانه هي ترند فنحن لازم كلياتنا نعملها، بده يكون في هارموني، بده يكون في سيمتري بملامح الوجه، مو كل الناس تلبق لهم هي الملامح اللي كثير خشنه والكثير واضحه، فنحن بناخذ قياسات معينه، كميات معينه. هلا انا مثلا بعطي وجهه نظري كمان للمريض وبالاخير بنوصل لحل وسط بيني وبينه انه يطلع شيء يلبق ويضل في روح، يعني يضل شخص يشبه حاله كمان. وكمان في ناس بتيجي بتراجعنا مو بس لبوتوكس وفيلرز او حتى اصلاح الانف بالفيلرز نون سيرجيكال رينوبلاستي، امور كثير ممكن انه يعملوها الشباب. هلا الاشياء هلا خاصه نحن اللي دخلنا بفصل الصيف على بكير بيعملوا بوتوكس لفرط التعرق تحت القبض، هي فعلا عم بتكون مشكله عند الشباب مثلا اللي بيلعبوا كثير رياضه يشغلهم كله بالشمس، احيانا بيجوا بيقولوا لك انه انا في كنزات او الوان معينه ما بقدر اني انا البسها بالصيف، انه عم بخجل كثير من المشكله، فبتساوى بوتوكس بيرتاحوا كثير من القصه، بيرجع التعرق طبيعي 4-5 شهور، بتغير لهم حتى من نمط حياتهم ثقتهم بنفسهم، فما عم بتكون الاستطبابات بس تجميليه، هون نحن كمان عم يصير شيء شق وظيفي طبي، نحن عم نلاقي حل لمشكله عم يعاني منها الشخص، يعني انا ما بعتبرها تجميل اذا اجى شاب عمل بوتوكس لتحت القبض لفرط التعرق، فهو علاجي، يعني القصه مو كل حدا بفوت عيادة التجميل فهو فايت انه يعمل يغير يعمل شيء. اكيد صح. ويمكن بهذا الموضوع الناس كثير بتسال وبتخاف، انه المعروف انه هو التعرق شيء طبيعي بيعمله الجسم لحتى يفرز بعض السوائل ويطرح سموم من الجسم، في ناس بتخاف انه انا طيب هل اذا عملت تحت القبض رح يظهر اتعرق باماكن اخرى او رح يكون عدم اساسا خروج هي السوائل من الجسم ضرر. بسبب مضار، خلينا كمان نشرح التفاصيل. هنا دائما هذا السؤال اللي كل حدا بيجي ليعمل بوتوكس تحت القبض بيسالني طيب هالعرق هذا وين بده يروح، هالسم هذا وين بده يروح. طبعا نحن علاج فرط تعرق، يعني لحتى يرجع الشخص يعرق طبيعي نورمال مثله مثل غيره، أو حتى نحن نخفف من أنه الغدة تفرز، يعني تفرز هالعرق ل70-80%. طبعا الجسم بيطرح السموم والعرق عن طريق أجهزة مختلفة، الكلية، جهاز البولي، سطح الجلد، كله بيعرق مو بس تحت القبض، بس نحن هون عم نخفف، يعني عم نرجع الشيء
للشكل الطبيعي او نخفف من عمل هالغدد ل 70-80%. ابدا ما في اي اثار جانبيه، الكميات اللي بتنحط كثير بتكون مدروسه، ما بتعمل اي شيء تاثير خطير على الجسم، وبعد فتره الجسم بيطرحها وبيرجع بيعرق مثل ما كان قبل. يعني هي تقريبا بين 5 إلى 6 شهور بتروح الماده وبيرجع مثل ما كانت الجسم قبل. يعني طيب خلينا كمان بما انه بنحكي عن حالات التعرق العلاجيه وعند الرجال كمان بنشوف احيانا بالاونه الاخيره اللي بيعرقوا ايديهم بشكل مستمر بالصيف، عم نشوف كمان التوجه للبوتوكس، بس في ناس بتخاف منها بتقول لك انه ممكن تاثر على طريقه حرك الاصابع ولا لا. هلا البوتوكس حل، وكمان في طرق اخرى يعني بيستخدموها الاطباء العصبيه من خزع عصب او اجراءات اخرى. هلا نحن كجلديه مشان مشكله فرط التعرق الراحي والاخمصي حتى صحيح. مثل ما حضرتك حكيتي انه احيانا بتعيق الشخص انه بشغله، انه احيانا بقول لك انه انا ماسك قلم وورقه بتلاقيها تعبت عرق، ما عم بقدر كثير اتحكم بحركه ايدي. نحن كمان بنرجع بنحكي انه الكميات بتكون كثير مدروسه، نقاط الحقن على عضلات الايد بتكون مدروسه لحتى ما تعملنا مشاكل او تاثر على حركه العضلات او ما يقدر الشخص يستخدم اصابعه بصوره كثير دقيقه، فكله عم يكون تحت السيطره خلينا نقول، يعني كله مدروس، كميات كثير مدروسه. حلو، يعني اليوم هيك اخذنا شويه نصائح بسيطه، تعرفنا على شويه معلومات، ممكن نحكي بحلقات قادمه بتفاصيل اكثر. بدنا نشكر وجودك معنا دكتوره هلا الحوش على كل المعلومات اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيكم، نشكرك أكيد، شكرا على وجودك معنا، شكرا إليك.